من جانبها أشادت السيدة هبة القدسي مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى العديد من التشريعات التي تهدف لحماية وصون الحقوق والحريات. توجه لدى منظمات حقوق الإنسان تشبه بعض الأخطاء وتشبه بعض الانتقادات. لابد من الاعتراف في البداية أنه لا توجد دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية خالية من النقد أو خالية من الشوائب التي تعترض الثوب الأبيض في مجال حقوق الإنسان. لكن بالنسبة لمملكة البحرين، وقد أعلن جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة منذ 2001 مشروعاً إصلاحياً تمت فيه بإشادة من جميع الخبراء وجميع الدول، تمت فيه إصلاحات ممنهجة بشكل جيد للغاية ووجدت إشادة كبيرة. أيضاً هناك إشادة بما يتعلق ب النظام القضائي المستقل، ما يتعلق بالقوانين التي سنت في مجال حماية المرأة وحماية حقوق الإنسان وحماية الحريات وبصفة خاصة حرية الرأي. نهج المنظمات الحقوقية أحياناً يأخذ شكل إما الكل أو لا شيء، أحياناً أيضاً يأخذ نهجاً انتقائياً، فلا يمكن ولا يعني لا يمكن قبول أن يكون هناك دفاع من منظمة حقوقية دولية عن شخصيات قاموا بارتكاب جرائم أو عن شخصيات قامت بالتخطيط والتمويل والتنفيذ لعمليات تفجير تنال من زعزعة واستقرار المملكة أو أي دولة وتدافع عنهم. لا يمكن أيضا تبرير أي دفاع تقوم به هذه المنظمات